تي كنت ملاعبي وتعرف حاجات كما صار قبل الماتش مثلا الاعتداء على حفلة نتاع الترجي في الدوحة من قبل لحباء من الفريق هذا نجم يشوش على ملاعبية هذا ولا هي راهي ما تجيش نورمالمون سبور يقعد سبور لكن ما نظنش كان مشاوش على ملاعبية خاطر يعرفوا اللي هذه حاجة اكسترا والجوار يبدا متحضر منها في الافريق زاد عندك الاكسترا هذوما عندك الحاجات اللي تجي من برا يا ما هذه في الجمهور التونسي ضد فريق تونسي في بلاد اجنبيه معناها باقي اشياء لا يقاس عليه معناتها ما تجيش هي محاله ما كما قلت ماش مدخلها في المقابله لانه هذه حاجه اما هي ما تجيش في الكوره ما تجيش في الديسبلين ما تجيش في الاخلاق ما تجيش حتى في السمعه وفي كذا ما تجيش مع جمعيات التوانسه واحنا ديما جيران واخوات وما نجموش نوصلوا لتاب نجموا نضروا بعضنا معناتها.